كنشكر جمعية صوت الفن على هذه المبادرة، وكنشكر المنظمين على المجهودات ديالهم، وهي كانت فرصة باش يتلاقاو الزجالة وفرصة للمبتدئين باش يستافدوا من الزجالة الكبار اللي عندنا، زجالات المهجر، ونتمنى تكرر هذا يتكرر بحال هذه المناسبات إن شاء الله. وبالنسبة للقصيدة ديالك شنو كان العنوان ديالها؟ قصيدة ديالي حكاية طفلة، وهي في الحقيقة كانت أول محاولة زجالية ليا. منك وعليك يا بشر، عايش حياتك كالمنشار وقلبك مهدن من الحجار، ما همك لا حبيب ولا جار، انت عاشق ومغروم في الغدر، والطمع غادي فيك كيجر، حن في الخشب اللي كتفجر، راك غاتحفى في نهار، حدي راسك من الظهر، راه يهرس ليك الظهر، ويشعل فيك النار، اللي لعبتي بيها واحد النهار، رد بالك يا المنشار، راك ماشي ورافع راية العار. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنشكر إذاعة MRO 24 على المجهود اللي كتقوم به في توعية الجالية ونقل الخبر ديال الجالية، كانت سباقة وأشكركم على هذا. هي صوت الفن، هي بادرة خرجنا بها باش نوصلوا واحد الصوت كل فنان من أي ناحية كان، نحن لا ننتمي إلى أي جهة أو إلى أي يعني أمر، نحن شباب خدينا هاد البادرة باش نحيو الثقافة ديالنا، وكذلك الفكر السليم أو الفكر اللي كي ينشر المحبة والسلام بين الإنسان خصوصا في بلاد الغربة. السنين شني ويخسنا نخي السن السن ودى السنين ويعلمني ميون شني ويقارني والمي خصم
هاوسو هذا السنينين ارسم لي كتاب التاريخ تزمي مداوان الصح اين فعلت هذا شينيف اتقليل وقت الصح واخا تامور كلا تعمت صفيحة الصح باب النسي الله مفوعيت يغزو تسبيني في اللح الجدود وفني الإسلام بسم الله هذه سنبدا سيدي ربي السلام إن شاء الله هذه السندة والتنخ يصند الطيف هيا دي زيت نودا والتنخ يصند السيف هذه راح هذه السنة فردا الشرشاني دي السندنخ دار من شرط شرعي الصداق لا ينم من غضي دولان لهدرتون تفال الصقاق انت يقتر ربي يا هنداي والنمتافق كل هاي زوال أخبون الناس ربي كتفرق الرزاق وتشوي جمعانا مريلا ويسونشي على كيف إيش نجرا على نسوات شي بلا شي اللي تسك مغارا من يخل جيبي اللي يرشي دايما مود إيش نجرا على تصفتها على غشي بيتكر العافية تكون هاي تشطح النار سلبي هذا مش تلعينا بس نتحمات مزازة داوي قارس أخاش داوي قارس أرى مثلا على البومبيا عم يدخل سوسوس الربع من لحد زين خلي القوان السيخ القن سسنت بعالة مضلين على خلال أخوك يخل القن وخما بريد داسو ساعة سنغاشي قاعد تقن تيم بلين سميت انتانا سميت انا خلال يتقن تيم بلين النخت اسو كن سنت قاعد يش اتوني ابن خير آخرت أمو مغارة مترويش تجيد الحسنات اكي محل فعل اليش انت اكوالو وينفع الخام ولا الزواقة النفيش غادي نقطع عليكم باش هاد واحد جوج ديال الاستروف من سميتو نديرها ملحنة باش تاخذوا فكرة على كيفاش كتلحن لان كندير كلمات وكنطق كنلحنهم تصفيقة حارة ما نسينا نشي ويخسنا نخس السوغة بسنيني ويعلمني ونشني قرني ولي خسن نعم هاليكم كي الخرافة شالت نصبها الأول شمع شاف فيها مدة طويلة وقالها زوينة شالت نصبها الثاني شمع بكا وشكا همو ودار مزية شالت نصبها الثالث شمع ترافقوا وتحابوا وما كاينه مشكله شالت نصبها الرابع شمع عاود شاف فيها مزيان وقالها ما طليقي ليا واخا هكاك شالت نصبها الخامس شمع شالت نصبها الخامس شمع رحم ليها الوالدين وقالها دابا بدا طريقي خالص ليا شافت في شمعاتها وخافت يحرقوها وتمنات لو كان ينوروا ليها حتى طريقها ناضت حنات يديها وبرزات كلا عروسة الهبيلة على شاطئ الأطلسي تمديتي وفوق هضبة الشاوية تحطيتي احتارف الأم اللي جابتك الدنيا واش بربرية رومانية ولا في نحية مالك بالإشارة يفهموه وبالحكمة والألغاز يخطبوه ناس عرفوا بالكرم والجود إلا قصتيهم يقسموا معاك الموجود الملتقى تاع السجل ديال اليوم فرصه رائعه لبادر وبادره طيبه جات بها جمعيه صوت الفن كنشكروا المقيمين عليها اللي فكروا انهم يجمعوا السجالين ديال الجاليه المغربيه بلجيكا وانهم يقوموا بهذه البادره اللي من خلالها يطوروا الذوق ديال الكلمه ويقدروا يوصلوا بها البعيد انا جد سعيده انني شاركت معهم لاول مره
وحيو فيا واحد الروح ديال الكتابه اللي كانت عندي من قديم، ولكن بسبب هذه البادره وكانوا يعني يهضروا عليها من قبل، وكنت شاركت بقصيده قبل من هذا الشيء في يوم الاعتداءات ديال بروكسل، وكنت شاركت بقصيده حصريه قلت على امواج اذاعه ارابيل، واليوم شاركت بقصيده اخرى. العنوان ديالها أم القرى والمدون، وكتعلق بالدار البيضاء، اعتبرتها وثيقة تاريخية مصغرة. معنا الأستاذ يوسف الرواس ورئيس جمعية صوت الفن، شنو ممكن تقولنا على هذه الجمعية، التأسيس ديالها والهدف من التأسيس؟ هو صراحة السلام عليكم، بالنسبة للجمعية كان يشرفها منذ قديم، يعني أنا الحضور ديالي كان بلجيكا من 2003، كان عندنا نشاطات جمعويه، نشاطات فنيه، بغينا ان هذه النشاطات تبلور في اطار يعني مقنن وجمعوي. الحمد لله الجمعيه يعني هذه السنه هذه اللي فاتت باش بدينا العمل رسميا، والتحقوا بنا جميع الاخوان اللي هما كيناضلوا في هذا المجال هذا الفني ولا المسرحي ولا الرياضي، ولا الحمد لله تشوفوا ان شاء الله في القادم غيكون احسن. اليوم كجات الفكره مع اصدقاء الجمعيه اللي هما لاحظتهم موجودين هنا، كلهم اصدقاء الجمعيه الان مع انهم منخرطين يعني قريبا، وشرفنا اننا نجمعوا هذا الكم الهائل من هذا المثقفين وهذا الزجالين وشعراء اللي هما عرب. ان شاء الله انا فرحان بزاف اللي الله سبحانه وتعالى نجحنا هذا العمل، فما نقول بان الجمعيه راه مفتوحه للجميع، وحنا دائما غنكونوا راهن اشاره الجاليه وفي ثقه الجاليه. فشكرا جزيلا، وكنشكر السي سعيد المسؤول على ارمي 24، ومرحبا بكم كاملين ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك ايتي ايضا. شكرا. انا مشتور اذا مو الجمعيه صوت الفن تكاين تكا اي روان الشعراء نزاجل فانوز دي شارك كيسنس القصيدين وجيغ بوز الشاعر عاد مازال، ولكن تعلم ان شاء الله نتمنى علاش لا. مي خت سوا القصيده نش نهار القصيدين، يعني جمعه غادي يسلهم يحنجارني خرق انت ديك اوروبا وشات الدار ندي الهويه نسنت والدار ندي الثقافه نسن. العنوان القصيدين تو محنيني وليدي حنيني، يعني حنجاري خد جقداني تان يرزو يقيم خل الاصل مباباس الثقافه مباباس، ولكن مع الاسف الشديد يتيرج المجتمع النغني، فيعني تحاول ما امكن هذه وفق جهه المجتمعات غون كاري في الشر غون كاركم ميم، يعني يتمكنني وليدي مالو كيخمم قلبو عامر فايض ربي به عالم طيه واستهلو وحبابو، واليوم عاد بدا يتعلم يتهجى في القرايه ويشد القلم كلشي عليه صعيب كبروها هو كيتالم عيا ما يفتش في الكتب باش يفهم قرب من السيف كيسولو لقاه ما يتكلم سولو عاود سولو على سباب الهم قال لي خليني وقيل بلايا وصلت لي العظم قلبي عليها